وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على نظام مكافحة التسول، كما وافق المجلس على الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها. الموافقة على نظام مكافحة التسول، الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائه.